بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن فوائد مشروب التمر الهندي في رمضان. تنوع المشروبات والعصائر في رمضان بعد صيام يوم طويل للحفاظ على الصحة العامة للجسم. ومن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها هو مشروب التمر الهندي، لأنه يحتوي على عناصر غذائية مميزة وفوائد كثيرة ومفيدة تفيد الصائم، لأنه يحافظ على الصحة العامة للجسم في رمضان. تعالوا معايا نتعرف مع بعض على فوائد التمر الهندي على صحتك في رمضان وكمان طريقة تحضيره. أول حاجة هنتكلم عنها فوائد مشروب التمر الهندي: حماية الجسم من الجفاف نتيجة قلة تناول السوائل خلال فترة الصيام، فإنه مشروب التمر الهندي يعد الأمثل لأنه يزيد من رطوبة الجسم ويحمي من التعرض للجفاف ويقي من الشعور بالعطش خلال نهار رمضان. زيادة الطاقة بالجسم لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن هامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ويعمل على التخلص من الكسل والخمول الذي يشعر به الصائم. تحسين الهضم فهو أحد الملينات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ويحسن عملية الهضم. يعمل على تقوية القلب، فمشروب التمر الهندي هام جدا لصحة القلب في رمضان وبشكل عام طول السنة، لأنه يقلل من الدهون في الدم، وكمان بيساعد على السيطرة على معدل ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين سي والذي يقاوم الشوارد الحرة التي لها دور في الإصابة بالأمراض القلبية. مهم جدا لمرضى السكري لأنه بيساعد على التقليل من امتصاص الكربوهيدرات، وذلك بيساعد على التقليل من ارتفاع السكر بالدم، ويحتوي على المغنيسيوم الذي يخفف من أعراض مرض السكري. تقوية المناعة لوجود مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ولهم دور مهم جدا في تقوية المناعة وحماية الجسم من التعرض للأمراض المختلفة وأنواع العدوى. يعمل على التخلص من النتفاخات والغازات التي يتعرض لها العديد من الناس في شهر رمضان، فهو يساعد على التقليل من نفخة البطن والإصابة بالتشنجات. ينظم عملية الهضم فهو مهم جدا بعد وجبة الإفطار في رمضان. طريقة تحضير مشروب التمر الهندي: المقادير: 2 كوب من التمر الهندي المجفف، 4 كوب من السكر، ملعقة من ماء الورد وليمونة، 3 لتر من الماء المغلي. طريقة التحضير: نضع التمر الهندي في وعاء عميق ويتم صب فوقه الماء المغلي والسكر، نقلب المكونات جيدا ويترك حوالي 8 ساعات. يتم تصفية التمر الهندي باستخدام مصفاة ناعمة. نضيف إليه عصير الليمون وماء الورد ويقلب جيدا، نضعه في الثلاجة لمدة 2 ساعة ويصب في أكواب ويقدم بالهناء والشفاء. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.